طبعا اليوم كان معانا المنتقل، كان معانا الاسبوع الطالب الجامعي بنسخه 21، فقدمنا بعض الابداعات من طلاب الاسلام من جميع السنوات، فيها الرسومات وفيها قسم الصور في المجسمات. فطبعا هذا المعرض كان شويه متواضع رغم الظروف، لانه كان في معانا قبل يومين المنتقل العلمي لاطباء الاسنان، المنتقل العلمي الثالث الذي نظرناه قبل في السابع والثامن من هذا الشهر بشهر مارس. ف يعني كان من جميع المحافظات، حضور من جميع المحافظات لاطباء الاسنان. فاليوم كان هذا الحضور، وحضور رئيس الجامعه ونائب رئيس الوزراء، فكان معرض حلو في حاجات يعني ابداعات لطلاب الاسنان، لان الاسنان دائما ابداع وتميز يعني. الظروف الذي قمنا بها اليوم هي عباره عن الانعاش القلبي الرئوي السي بي ار كارديك برومنري ستيشن، الذي يعني ممكن يحصل لاي شخص وهو ماشي في الشارع توقف مفاجئ للقلب. فمن الحاجات اللي نلاقيها في حياتنا اليوميه توقف مفاجئ للقلب، فالشباب قاموا بانعاش قلبي رئوي امام الجمهور بحيث انهم يستفيدوا شيء، انه تقدم اي حاجه لشخص حصل له سدن كارديك ارست، بالاضافه الى اعطاء العلامات الحيويه بالمجان وقياس السكر.